المواد المستعملة للعزل الحراري متاع الجدران وغيره متاع البيوت حتى تصير دافية. في فيديوهات سابقة كما تشوفوا فيها على العزل الحراري موجودة في علبة الوصف أسفل الفيديو، ولا تطلع الآن على الدائرة البيضاء على هذا الفيديو وريدكم الإيجابيات متاع العزل الحراري هذايا. توا إن شاء الله مش نوريكم السلبيات اللي الضرر الصحي متاع المواد هذية، وشنية أحسن طريقة تستعملوها في العزل الحراري حتى ما تصيرش عندكم مشاكل مع الصحة متاعكم. تفضلوا تعمل حسب التجربة متاعي والشركة متاعي متاع البناء. هي أولا مادة الفلين، الفلين هذا اللي يجي مربعات هيك أبيض يقوموا بتلصيقه على الحيطان. والحاجة الثانية هي الصوف الصخري والصوف الزجاجي، هذو من ثلاثة حاجات مستعملين في أغلب الأحيان، يعني حكاية متاع 80%. المواد هذية شنية وشنية المضار متاعها؟ المواد هذية الحاجات الإيجابية متاعها وريتها لكم في فيديوهات سابقة، وريتكم شنية قوتها وقدرتها على عزل البيت والحفاظ على الحرارة فيه. مع العلم نستغل الفرصة ونجيب أحد الأخوات اللي سألتني إذا كان نعمل أنا العزل الحراري في الصيف بتولي عندي كوشة. ليه ما بصير عندك كوشة؟ لأنه العزل الحراري ما يعزل الحرارة، العزل الحراري يعزل الكليمات اللي فيه عن الكليمات الخارجي. يعني لو يكون أنت البيت متاعك في الصيف في الشارع حارة جدا، البيت يكون أبرد، يمسك العزل الحراري ما يخليش البرودة هذيك اللي في البيت تخرج، وما يخليش الحرارة هيك تدخل وتسخن البيت. في الشتاء بالعكس، العزل الحراري انت تدفي في البيت بتاعك، البيت بتاعك يكون دافي، العزل الحراري اللي داير به ما يخليش الدفء هذاك يخرج للبرد للشارع، وما يخليش البرد يدخل ويبرد لك البيت. مفهوم؟ مفهوم. أول مادة مستعملة لأنها هي أرخص من المواد الأخرى هي في عملية يعني العزل الحراري هي مادة الفلين، الفلين الأبيض هذا اللي نسميه باللغة متاعنا بينوبلاست أو بينوبوليستيرول. الفلين هذا أخطر نوع في على صحة الإنسان إذا كان تستعمله في داخل البيت للعزل الحراري، لأني شفت فيديوهات الناس بتعمل قصايمة يعني قسيمة متبين غرف جبسن بورد في الوسط فلين. شوفوا اخواني علاش قلت لكم الكلام هذايا، انه هو اكثر اخطر حاجه على صحه الانسان، لانه يحتوي على مواد توكسيك سامه. المواد السامه هذه بتطلع في حراره معينه وتدور مع الهواء والانسان يتنفسها وتصير عنده كثير من الامراض والمشاكل. حب نعملوا هكذا، هذه اخطر ثلاثه مواد موجوده. الماده الاولى هي ستيرول. مادة الستيرول هذه الرسم الكيميائي متاعها هو يجي بالطريقة هذه، يعني هكذا هكذا. من بعد احنا عندنا هكذا، من بعد سي اش سي اش اش، هذا هو رسم نتاع مادة الستيرول. المادة هذه شنو التأثير نتاعها؟ المادة هذه تبدأ تطلع من العازل الحراري الموجود الفليني الموجود في داخل البيت لما تكون الحرارة من 25 درجة فأكثر، يعني حرارة عادية في غرفة، يعني في الحرارة العادية في الغرفة المادة هذه دائما تكون موجودة في هواء البيت المعزول من الداخل بواسطة الفلين. والضرر نتاعه الطوالي يمشي الديراكت هو انه يتجمع في الكبد نتاع الانسان. مادة الستيرول لو نزلت في الكبد تقعد الى موت الانسان، دائما موجودة هناك، ما بتتمص وما بتخرج، يعني خلاص دخلت ما بتخرج المادة هذه من الكبد. المادة هذه شنية الضرر نتاعها؟ هي انها تسبب امراض نتاع الكبد، مثلا الجيباتيت توكسيك، يعني عن طريق التسمم، يعني توكسيك هيباتيت، هذه الاولى. الثانية هي مرض نتاع الدم هذايا وغيره، الامراض المسرطنة وغيره منها، مثلا الامراض الخطيرة كما الليكوز. هذه المادة الاولى اللي تشكل خطر على صحتكم في مادة الفلين. المادة الثانية او المادة السامة الثانية الموجودة هنا هي مادة الفينول. فينول، يعني بالطريقة هذه هكذا. مادة الستيرول في درجة 25 درجة كما قلت لكم تبدأ تطلع، مادة الفينول في درجة 20 تبدأ تطلع. ما
من هذا العازل الحراري في وسط البيت. الفينول هذا شنو هي المضره نتاعو؟ اول مضره نتاعو هو انه يقوم ب يعني يسبب امراض كثيره ومشاكل في الجهاز العصبي نتاع الانسان. يعني كما نقولوا احنا بلغتنا الجهاز العصبي الامراض نتاعو نيرنا سيستيم، ناروشينيا نيرنا سيستيم، ناروشينيا نيرنا سيستيم. وعنده تاثيرات اخرين مثلا على يعني البلعوم وعلى الرئتين لما تتنفسوا، يعني لكن اقل من من التاثير نتاعو على النيرف سيستم على الجهاز العصبي. والماده الثالثه اللي معناتها الثالثه الموجوده السامه هذه في هذا هذايا الفلين هي اسمها الفارمالديجيد. فارمالديجيد C-O-H-H فهمتوني؟ هذا الفارمالديجيد. الفارمالديجيد هذايا ما يطلعش من الأول من هذا الفلين. علاش؟ لأنه يطلع من مادة هذه متاع الفلين في عند الاحتراق الدخان متاعه، خاطر هو يطلع في درجة حرارة من 160 درجة وأكثر. لكن وقتاش يطلع في البيت بدون حرائق وبدون احتراق؟ يطلع فيه لما يكون عندنا المادة الفلين هذه المستعملة في العزل الحراري الداخلي مرت عليها 15-20 سنة. لأنه بعد 15-20 سنة يبدأ يتحلل الفلين ويولي مثل سياب، فهمتوني؟ في التحلل متاعه يطلع منه الفارمالديجيد في درجة حرارة من 25، وانت طالع يولي يطلع منه عادي، فهمتوني؟ فهمتوني. الفارمالديجيد هذايا اشنيه الاضرار نتاعو؟ الفارمالديجيد هذايا من غير ما نطول الاضرار نتاعو ونحكيها، هو ديريكت يعني كونسيروجين، كونسيراهين شمعتها معناتها ماده من المواد الرئيسيه المتسببه في السرطان عند الانسان. مفهوم؟ هذه الثلاثه مواد السامة الرئيسية الموجودة في مادة العازل الحراري الفليني هذا إذا كان تركبها في داخل المنزل الداخل في البيت. مع أنه هذه ما هيش فقط ثلاثة، فيه كثير من المواد الأخرى. نجم نعطيكم ثلاثة أخرين موجودين في المادة هذه، مانيش مش نطول ونكتبهم، من أقل ضرر من هذوما وأقل كميات من هذوما، اللي هما مثلا البنزول، التولول، والإتيلافي سبيرت. الإتيلافي سبيرت باللغة الفرنسية يولي سبيرت هي الألكول، الكول إيتيل، فهمتوني إخواني؟ فهمتوني. باه، هذا العازل الحراري الفليني. لذلك بالنسبة للعازل الحراري المصنوع من الفلين أثر على صحتك بطريقة غير عادية، بخاصة النساء الحوامل وخاصة الأطفال الموجودين في هذا البنزل اللي فيه العازل الحراري في الداخل من مادة هذية. لذلك من الأحسن إخواني ننساوه وما عادش نقوموا بالاستعمال نتاعو في عملية العزل الحراري. تقدروا تقولوا لي انا عندي فيديو مثلا فرجيتكم كيفاش نقوموا بالعزل الحراري بواسطة هذايا البينابلاست او الفلين هذايا من الخارج على البيوت. صحيح احنا عندنا الشركة اللي يجي باش يقول لنا عمل لي، انا نحب تعمل لي بواسطته من الخارج، بنعملوا له. الطريقة اللي عملنا بها في الشارع نقدروا نركبوا في الشارع، لكن إذا كان نحبوا نركبوا العازل الحراري فليني نقدر نركبوا في الشارع في حالة أنه يكون الحيطان متاعنا ما هماش حجر، يكونوا بيتون. المواد هذه وإذا كان بيتون الحيط نقدر نستعملوها من الخارج. أوكي أوكي، لا معناتها ننساوها. نمروا لمادة الصوف هذايا الزجاجي والصخري. الصوف الزجاجي المادة الحاجة اللي فيه المضرة هي أنه مع أنهم يقولوا هذا غير مضر وغيره، لا، الحاجة المضرة فيه هي عنده ميكروسكوبيك الأجزاء هذه الجسيمات اللي تطير في الهواء عن طريقه الزجاجية، هذه بتضر بالجهاز التنفسي 1000%. فهمتوني إخواني؟ للعمال اللي ركبوا المواد هذه وللناس اللي تعيش في البيت إذا كان عندهم تشققات في أي حيط وراه فما هذا المادة العازلة. والصخري يعني الصوف الصخري، الصوف الصخري هذا يا اخواني نفس الشيء، هو كذلك ماده طبيعيه كذلك مثل الصوف الزجاجي، لكن مستعمله في عمليه الصناعه نتاعو، لانه يجي مربعات هكا كيوب ويكون هكا مضغوط وكذا، العمليه نتاع التجميع نتاعو الالياف نتاعو مجمعه بواسطه لصق الفينول. فهمتوني اخواني؟ وكثير من المواد الثانيه المسرطنه. لذلك من شنية الطريقة الأحسن واللي تكون تحافظ لك على صحتك من هذه المواد العازلة، هي أنك تستعمل
اذا كان عملت حيطان في وسط البيت نتاع جبس امبورد او غيره، تقوم بعمليه العزل الحراري ما بينهم او العزل الصوتي بواسطه ماده الصوف يخاف من الرطوبه. اذا كان يسحب الرطوبه، لما يسحب الرطوبه يخسر الخصائص نتاعو نتاع العزل الحراري. لذلك نستعمله في وسط البيت اقل رطوبه في الداخل، بين الحيطان ما يصير له شيء باذن الله. والمهم انه الحيطان والجدران هذه كل تكون كلها مليقه وكلها مقفله، ما فيها تشققات يقدر يطير منها هذه الجزيئات نتاع الزجاج اللي تطلع من هذا الصوف الزجاجي في البيت. هذا من الداخل، من الداخل كما قلت لكم من الاحسن نستعملوا الصوف هذا. من الخارج نستعملوا الصوف الحجري، الصوف الحجري اللي يجي بلوكات. علاش من الخارج؟ لانه ما يخافش من الرطوبه مثل الصوف الزجاجي، ما يخسرش الخصائص نتاعو فيها، ولانه قوي ويعني على الضغط ما بيخوف، تقدر تقوم بعمليه الياسه نتاعو في الشارع. اما بالنسبه لماده العازل الحراري الفليني، ماذا بينا اخواني نبعدوا عليه. هذا هو موضوع الدرس نتاع اليوم، ان شاء الله نكون افدتكم بالمعلومه هذه، ان شاء الله تكون تاخذوا معناتها بعين الاعتبار هذه المعلومه عندما تقوموا بعمليه العزل الحراري نتاع البيوت نتاعكم. بارك الله فيكم ودمتم في حفظ الله، والى اللقاء.